أعلنت محكمة جنح العلمين قرارها بقضية الممثل المصري أحمد عز وشقيقة الممثل زينة والمعروف بمشاجرة فندق العلمين، إذ أكدت المحكمة براءة أحمد عز من الاتهامات اللي وجهت له من قبل شقيقة زينة نسرين رضا اسماعيل مرسي شلبي وإلزامها بالمصاريف. كما قضت بمعاقبة نسرين بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل وبكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، وبمعاقبة شقيقة المتهم الثاني محمد رضا اسماعيل مرسي شلبي بتغريم مبلغ 10000 جنيه وإلزامها بالمصاريف الجنائية، وأن يؤديها للمدعي بالحق المدني أحمد عز مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامها بمصاريف الادعاء المدني ومبلغ 50 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وقال أشرف عبد العزيز: مبروك أحمد عز الإنصاف والبراءة بقضية جنح العلمين، الحمد لله. أما القصة فيذكر أنه مصدر مقرب من الممثل أحمد عز كان قد أكد حدوث اشتباك بالأيدي بينه وبين الممثلة زينة وشقيقتها نسرين بعد ما تواجدوا جميعا بالمصادفة داخل أحد الأوتيلات بقرية مراسي بمنطقة الساحل الشمالي، لافتا إلى أنه عز تعرض للاعتداء أولا على يد شقيقة زينة وقام بالدفاع عن نفسه، وأشار إلى عزم الطرفين تحرير محاضر بالواقعة بقسم الشرطة. وحسب شهود عيان كان أحمد عز آنذاك قاعد مع مجموعة من أصدقائه بأحد المقاهي بهالقرية، وهجمته شقيقة زينة وتدعى نسرين قائلة: مش هتعترف بولادك بقى، أنا كنت حالفي لو شفتك هضربك بالجزمة، ثم صفعته بالألم على وجهه أثناء تواجده بالفندق وحاولت التعدي عليه، إلا أنه حاول التصدي إلها ثم تعدى عليها بالضرب. وأضاف شهود العيان أنه نسرين ظلت تصرخ من اعتداء عز عليها بنفس وقت دخول الممثلة زينة وطليقة أحمد عز إلى الكافيه، فشاهدت شقيقتها وتدخلت هي كمان بالمشاجرة وحاولت التعدي على عز بالضرب، ولكنه تصدى إلها وقام بضربه حتى تطور الأمر إلى مشاجرة كبيرة بينهم، فيما تمكن المتواجدين داخل الفندق من الفض بينهم، ثم ذهبت الفنانة زينة وشقيقتها وذهب أحمد عز مع صديقه. من هالقصة انطلقت حادثة هالمشاجرة يلي تطورت وصولا إلى قرار المحكمة الجديد.